لا يزال متوسط معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا منخفضا نسبيا، إذ يقدر بين 1% و3% بحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن. هذه المعطيات تظهر كذلك أن ثمة فئات أكثر عرضة للإصابة من غيرها. تقييم السلطات الصينية وتقرير نشرته المجلة الأمريكية المتخصصة بالصحة جاما يظهران أن معدلات الوفيات ترتفع مع ارتفاع السن، فلم تسجل أي وفاة بين الأطفال الذين لم يتجاوزوا 10 من عمرهم، ويظهر معدل الوفيات 0.4% بين الأربعينيين و 3.6% بين الستينيين و 8% بين السبعينيين. أما الذين تخطوا 80 من عمرهم فهم أكثر عرضة للوفاة، إذ كان المعدل بينهم 14.8%. سمة أخرى بارزة لفيروس كورونا لوحظت، وهي أن الرجال مهددون أكثر من النساء بالوفاة. وفقا لباحثين في معهد الصحة الوطني في الولايات المتحدة، يمكن تفسير الأمر جزئيا بأن نسبة المدخنين مرتفعة بين الرجال، كما تطرح الفوارق السلوكية وطبيعة الاستجابة المناعية كفرضيتين أخريين. وفي الإحصاءات الصينية مؤشرات إلى عوامل خطر محتملة أخرى مثل الإصابة بداء مزمن، إذ ترتفع نسبة الوفيات إلى 6.3% بين المصابين الذين يعانون من مرض تنفسي، و 6% بين من يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما تبلغ نسبة الوفيات 10.5% بين المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، بينما تنخفض النسبة إلى 0.9% بين الأصحاء.